رائعه، ولكن الاعداد النفسي قبل ما اتكلم معاكم في الاعداد الخططي وازاي لعبنا، الاعداد النفسي كان مهم جدا. بص يا كابتن، يعني حاجه الراجل اشتغل فيها، يمكن كنت موجود مع حضرتك انا والكابتن فتحي، كان بيقول حاجه مهمه جدا. انا اديتكم يومين اجازه مباراه الاتحاد وسيبوني اذاكر الفتره دي نادي الزمالك. احلى حاجه عملها كولر، ذاكر نادي الزمالك وذاكر فكر اسوريو كويس قوي، اشتغل بفكر مدير فني مختلف عن كل مباراه، اشتغل تكتيكيا وكره مش معاه، وكره مش مع النادي الاهلي، اشتغل تكتيكيا على مستوى تضييق المساحات، عزل فراودة الزمالك من سيف الجزيري لشيكابالا لزيزو، واستغلال المخاطر اللي لعيبه الزمالك ما اشتغلتش بالديفندر، مجرد انك انت نقلت نقله اثنين ثلاثه كان لعيبه النادي الاهلي بتدور على قفشه عشان يبتدي يعمل رمانه الميزان في الربط ما بينه وما بين حسين وما بين كهربا وما بين بيرستاو. يمكن في لقطه ما حدش خد باله منها، تاو بعد الدقيقه 7 حصل له التواء في ركبته من وجود الكلاء في الملعب، الملعب كان منادي فاتزحلق فيها واحده ليه واحده لحسين الشحات. بعد كده ما شفناش تاو غير في كره فرديه اشتغل بتمويه حركي بجسمه مع سكر، بعد كده راح رقص عبد الغني، كان ممكن يبقى الهدف الثاني بعديها بالظبط بثلاث دقائق. ابتدى لعيبه النادي الاهلي تعمل ربط، الراجل طمع في المباراه اما ما لقى مروان مش موجود، والمهاترات اللي اتقالت على السوشيال ميديا والجرايد ان كمان الو ديانج مش هيبقى موجود في الملعب. قفشه كان رمانه ميزان يا كابتن هاني، والكره معاه ايجابي قوي، والكره مش معاه تحت الكره وبيعمل الشغل الدفاعي على اعلى مستوى. الربط بقى اللي ما كان ما بين علي وما بين قفشه وما بين حسين، ونفس الكلام بنقل الجنب الثاني واروح لتاو وهاني، كان اعلى مستوى. 45 دقيقه او 47 دقيقه الاهلي بيعمل كل حاجه في الكوره، بس كان ممكن يبقى السكور 5 و6 و7 باستثناء البليسنج اللي حطها قفشه اكثر من رائعه اللي جت في العارضه. طيب بعد كده في حاجات كتير النقطه دي هنتكلم عليها كمان، ليه ما عندناش لغايه دلوقتي ثقافه اللعيب المصري او الفرق المصريه لغايه دلوقتي ما عندناش ليه ثقافه الكابتن حشيش انك لو انت قادر تكسب 4 و5 دوس. يعني بدايه المباراه كانت بدايه قويه جدا، بتجيب جون تقريبا في دقيقه ونص، وبعديها بتجيب الجون الثاني وعلي معلول بيجيب الجون الثالث، لكن ما بينهم كان عندنا بعض الفرص. هتكلم معاكم في دي، لكن هاخد منك برضو يا كابتن محمد ازاي وصل الهدوء والتركيز للعيبه النادي الاهلي من خلال كولر في ساعات قبل المباراه بالكلام رايح ولا جاي، قال لي ديانج هيلعب ولا لا، غياب حمدي فتحي المؤثر اكيد في نص الملعب، غياب طبعا مروان عطيه لوفاه والده الله يرحمه، عمرو السوليه موجود او مش موجود للاصابه، ولكن احنا شفنا النادي الاهلي واكن ما كانش في حاجه، يعني الامور نازل اكن ولا اكن كان موجود مشكله او قلق او اي حاجه موجوده. تفسر ده ازاي بما